بلدنا جميلة وكلها خير والعين دايما عليها. عدت علينا محن كتير، وفي كل محنة كنا قدها وقدود. في 30 يونيو وقف المصريين قدام نوع جديد من أنواع الاستعمار. رجع الأمور لنصابها، وإلا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. حاول يفرق ما بيننا، وبقرار رجعت مصر للمصريين. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. فتحنا صفحة جديدة وبدأنا نبني مصر من تاني. محروسة والله. التحديات ما كانتش سهلة، بنية تحتية متهالكة، أزمة في الكهرباء والوقود، وطوابير ملهاش آخر، 60% من المباني غير مخططة، وإرهاب كلفنا أرواح شهداء، الله أكبر لكل أبطال شمال، وخسائر اقتصادية وصلت ل 386 مليار دولار. هنحاربهم وهنبني وهنشتغل واحنا بنقاتل. حاربنا الإرهاب ورجعنا أمننا، أعدنا بناء مؤسسات الدولة، شقينا قناة سويس جديدة، وأثبتنا للعالم إننا نقدر. رسمنا خطة إصلاح شاملة مبنية على حلول جذرية مش مسكنات. البطل الحقيقي اللي احنا بنعمله كله هو الشعب المصري. طورنا منظومة النقل وأطلقنا مشروع قومي للطرق، 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في كل مكان في مصر بتكلفة حوالي 310 مليار جنيه. حققنا إنجاز بتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بتكلفة حوالي 1.5 تريليون جنيه. دعمنا الصناعة وبنينا 17 مجمع صناعي وأربع مدن صناعية متكاملة ومجهزة، ورفعنا كفاءة المواني بتكلفة 129 مليار جنيه. 296 منطقة غير آمنة تم تطويرها بتكلفة 318 مليار جنيه، و30 مدينة جديدة ظهرت للوجود. أعدنا هيكلة الاقتصاد بشكل جذري، حررنا سعر الصرف، وقضينا على السوق السوداء علشان نجذب الاستثمارات الأجنبية وندعم الصناعة الوطنية اللي عانت سنين طويلة. وبالتوازي مع خطة الإصلاح نفذنا برامج مختلفة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية. أعدنا هيكلة منظومة الدعم علشان يوصل لمستحقيه الحقيقيين بميزانية وصلت ل 87 مليار جنيه سنوياً، وتكافل وكرامة ميزانيتها وصلت سنوياً ل 25 مليار جنيه. حققنا حلم حياة كريمة بمشروع قومي هدفه تحسين جودة حياة أكثر من 60 مليون مواطن في قرى الريف المصري. حملة 100 مليون صحة لفت مصر واطمنت على صحة كل المصريين، ومن هنا أطلقنا المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة وصلت لحوالي 23 مليار جنيه. انخفض عجز الموازنة من 12.3% ل 8.2%، والتضخم نزلت نسبته من 14.5% ل 9.2%، ومعدل البطالة وصل لأقل رقم في تاريخنا 7.5% بعد ما كان 12.7%، والاحتياط النقدي وصل لأعلى رقم في تاريخنا 45.5 مليار دولار. الناتج المحلي بيحقق معدل نمو 6.6%. خطة الإصلاح اللي نفذناها خلت الاقتصاد المصري قوي مرن صامد في مواجهة الأزمات، أزمات زي حادثة انفجار الطائرة الروسية في 2015. كان يوماً غير عادي صباح يوم 31 من وجاءت أكتوبر. وجاءت الأخبار بسقوط الطائرة في منطقة الحسنة في سيناء اللي أثرت على قطاع السياحة وخسرنا بسببها مليارات. حتى أزمة كورونا
ما وقفتش عجلة الإنتاج في مصر. هذا وباء كان نار. منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تقول إنها باتت تعتبر كورونا وباءً عالمياً. وقدرنا نواجهها ونعدي منها بسلام. الحرب الروسية الأوكرانية سببت أزمة عنيفة، وبسببها حقق الاقتصاد العالمي خسائر بحوالي 2.8 تريليون دولار، لكن واجهناها بثبات وقدرنا نوفر كل السلع الاستراتيجية ودعمنا القطاع الخاص. ركزنا على توطين الصناعة وتشجيع شبابنا على ريادة الأعمال. رحلة طويلة بطلها شعب أصيل مكافح، مفيش أزمة ولا محنة توقفه، وهيفضل يبني ويعمر، وبإيديه هتفضل مصر أم الدنيا. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمات دهر سهاما اتقيها بفؤادي واسلمي.